أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم ببرنامجكم الأسبوعي تثبيت الإيمان. والمرة اللي فاتت يا أعزائي المشاهدين كنا اتكلمنا عن أبطال الإيمان اللي هم عاشوا وصدقوا مواعيد الله وكل حاجة قالها ربنا هم عاشوها في العهد القديم. وكنا اتكلمنا كمان على سفر العبرانيين 11، وكنا قلنا بيذكر العهد القديم وكل الرجال وأبطال الإيمان اللي هم جم في العهد القديم. القديس بولس الرسول ذكر عديد منهم، وكنا برضو قلنا اتكلمنا عن هابيل بتفصيل. والنهاردة هناخد شخصية تانية من أبطال الإيمان، وهنشوف يعني الآية اللي بتقول في سفر العبرانيين 11 الآية 5 و6، بتقول الإيمان بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، أو قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. أعزائي المشاهدين، بنتابع معاكم النهاردة أبطال الإيمان الذين أرضوا الله وبالإيمان طبعا نجحوا، وطبعا ده كان بشهادة الله نفسه عنهم وإن هم فعلا أرضوه. فمع قدس أبونا يوحنا وناخد شخصية تانية من سفر العبرانيين 11 ونشوف الشخصية التانية. قدس أبونا أهلا يا قدس أبونا، إزيك؟ أهلا بيكم. ونشوف نشوف يا قدس أبونا بقى إيه الشخصية التانية اللي هي ربنا مدحها وقال فعلا دول كانوا بيطبقوا وعاشوا في الإيمان، وإحنا مفروض إن إحنا نبقى زيهم نتمثل بيهم. طبعا إحنا عارفين إن إصحاح عبرانيين 11 ده معروف، إحنا قلنا الحلقة اللي فاتت يا قدس أبونا، أبطال الإيمان. وده يعني تطبيق عملي على الحلقات السابقة اللي كنا اتكلمنا فيها عن الإيمان، ما هو الإيمان، والإيمان العملي، العمل بالمحبة، الإيمان الحي، الإيمان المستمر، الإيمان المستقر، الإيمان كل الإيمان، كل هذه الدرجات العليا من الإيمان، إيجابيات بقى، إيجابيات اللي احنا قلناها قبل طبعًا كده، كل الكلام ده. فدول بنشوف بقى الكلام ده كلام طبق عليهم يعني. كلام ده يعني قابل للتطبيق ولا لا؟ فاحنا بنلاحظ بقى في اصحاح في عبرانيين اصحاح 11 ان الكلام ده فعلا مطبق على اعداد كبيره جدا. يعني يا قدس أبونا بالعربي يعني انت بتحرجنا ان ده كلام اتطبق اوريدي واحنا لازم نطبقه. علشان احنا نحس كمان انه سهل ده يبقى بالنسبه لنا، بالرغم من ضعفات بعض القديس ابائنا القديسين ووقوعهم مثلا في اخطاء معينه، لكن كانوا ابطال في الايمان. فنحس ان فعلا ان الايمان ده احنا نقدر نطبقه بجد، ونقدر نطبق الكلام اللي احنا قلناه. فانا عشان ده بيبقى زي رساله تشجيع لينا ان احنا فعلا نقدر نعيش هذا الايمان بكل مواصفاته وكل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه عن الايمان في الحلقات السابقه. فطبعا تاني شخصيه اخنوخ الصديق، وزي ما شفنا في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل عبرانيين اتكتب عنه الكلام اللي حضرتك لسه قايلاه في عدد 5 وعدد 6. فهو بيخبرنا القديس بولس الرسول قبل نقله، لأن ربنا نقله، زي ما هنشوف مثلا في سفر التكوين لو نطلع مع بعض إصحاح 5. هي فرصة تصابونا ندرس الكتاب مع قدسك بالضبط، وعدد 18 ل 27. بيقول وعاش يارد 162 سنة وولد أخنوخ، وعاش يارد بعدما ولد أخنوخ 800 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام يارد 962 سنة ومات. وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متوشالح، وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح 300 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. فده كتاب سفر التكوين بيشهد عن أن أخنوخ صار أخنوخ مع الله، وبعدين لم يوجد، ربنا أخذه لأن الله أخذه إليه، ربنا أخذه إليه. فهنا واضح أنه عمل حاجة عشان كده ربنا أخده إليه. فهنا بنشوف صار أخنوخ مع الله.
يبقى أخنوخ عاش حياته مع ربنا. طب إيش معنى يعني أخنوخ؟ لأن كان في وسط ناس جيل بأكمله، الجيل ده كان ماشيين في سكة تانية مش مع ربنا، وهو صمد وأصر وكان عنده أولوياته إن هو ربنا بما عرفه من آبائه اللي قبل كده، عرف إن في ربنا وإزاي أرضي ربنا، عشان كده عاش في رضا الله وفي مخافة الله وفي تقوى، فعاش حياة تقوية، عاش حياة مرضية أمام ربنا. والكلام ده بس مش موجود في سفر التكوين، هنلاقيه برضو في سفر يشوع ابن صراخ. في إصحاح 44 وعدد 16 بيقول وأخنوخ أرض الله، في ده من الأسفار القانونية التانية. وبرضو في سفر تاني من الأسفار القانونية التانية سفر الحكمة قال إن الله أخذ أخنوخ إليه لكي لا يغير الشر عقله. يبقى ربنا شاف إنه عايش في جو شر، في جو المحيط حواليه شر، فربنا عارف مدى طاقته ومدى احتماله، عشان كده احنا بنقول لما ربنا بيسمح بضيقة بيوجد مع الضيقة المنفذ بتاعها. ربنا عمره ما يسمح بهلاك أولاده عمره، لكن بيديهم أي تجربة بتبقى على قد المنفذ. طبعا أخنوخ وجه بالتجارب، وجه بالألمات، لأن الشعب اللي أنا عايش حواليه باجي أكلمه عن ربنا لكن هم في سكة تانية خالص، شأنه شأن كل الباقيين وكل القديسين وكل الآباء القدماء اللي عاشوا في هذا الجو. فبنلاحظ في إن أخنوخ اللي هو سابع شخص من بعد آدم عاش في حياة مرضية لله، ومن قصر التقوى رفعه الله وهو حي إلى السماء، وما زال يحيا هناك بطريقة معجزية. احنا مش عارفين وعايش ازاي، لكن وعايش بطريقة معجزية، وصعد إلى السماء وعايش هناك بطريقة معجزية، وسينزل إلى الأرض قبل نهاية الأيام بقليل. ده هنلاقيه في سفر التكوين في إصحاح 5 عدد 22 وعدد 24. فطبعا هينزل قبل إلى الأرض قبل نهاية الأيام بقليل، ودي هنلاقيها في سفر الرؤية، بس هنشوفها لما ناخد بعد كده الشخصية اللي بعد كده. أو نقولها دلوقتي يعني، هو الأنية دي في أخنوخ، هي في إيليا وأخنوخ. فنطلع كده سفر الرؤية إصحاح 11 وعدد من 1 ل 14 ممكن نقراه مع بعض. ثم أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقصها، لأنها قد أعطيت للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا، يعني 3 سنين ونص. وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260 يوما لابسين مسوحا. شاهدي اللي هم إيليا وأخنوخ هيجوا، دول معدين لهذه المهمة. وطبعا جايين لابسين المسوح، يعني متقشفين جدا، عايشين حياة الزهد والتقشف، حياة التقوى والورع، حياة الإيمان. هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض. يبقى دول الزيتونتان والمنارتان، الزيتونة اللي بتدي الدهن بتاعها الطيب اللي بيستخدم في مسح الملوك ومسح الأنبياء وفي المسحة المقدسة وفي سر الميرون، وتعطى أيضا للزيت للمنارات عشان تدي ضوء، وأيضا بتحط على الأكل بيبقى لها طعم لذيذ، فدي من الحاجات الشجرة الجميلة جدا. ومنارتان لأنهم بينوروا للآخرين، أنتم نور العالم، إن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نارا من فمهما وتأكل أعداءهما، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أنه يقتل. هذان لهم السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهم سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. طبعا
اللي أغلق السماء وفتح السماء هو إيليا النبي، فعشان كده برضه عن إيليا النبي. وكان البعض بيقول بيحولها إلى دم إنه يبقى موسى، لكن الرأي الأرجح للآباء إنه أخنوخ، أخنوخ وإيليا. هزال لهما السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه أن يحولها إلى دم وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما. ونشوف هنا ده فصل واحد من القصة. الناس طبعا هيطلع الوحش اللي هو ضد المسيح في آخر الأيام، فلما ضد المسيح هيجي وبعدين هيبقى الإيمان حصل ارتداد للإيمان على الأرض، مش هيبقى فيه إيمان، لأنه سيسجد له جميع الساكنين على الأرض ما عدا الذين كتبت أسمائهم في سفر الحياة، فهيبقى ارتداد عام، وهيدخل الهيكل ويقول إن أنا الله، وطبعا ما حدش يقدر يبيع ويشتري إلا له العلامة أو السمة بتاعة الوحش على إيديه أو على جبهته، دول اللي يقدروا يشفعوا. يبقى حرب شديدة جدا على الكنيسة، ولكن الله أعد للكنيسة مكانا، أعد لها مكان لكي تعرف البرية زمنا وزمانين ونصف زمان من وجه الحي، فيبقى الكنيسة هتبقى محمية. طيب وربنا هيسيب الدنيا كده؟ لا، هيبعت إيليا وأخنوخ، فهيبقى في معسكر اللي هو ضد المسيح، والمعسكر الآخر هو إيليا وأخنوخ، وطبعا هيبقى في مجموعة ماشية مع إيليا وأخنوخ، وفي مجموعة ماشية مع الوحش اللي هو ضد المسيح. ففي أيام نبوتهما هيعملوا كذا، ويعملوا معجزات برضو، لأنه التاني هيعمل معجزات وآيات، وده هيعمل معجزات وآيات. فده كان زي يعني ربنا باعت شاهدية بيشهدوا أن ربنا هو جه من 2000 سنة أو أكثر، فربنا هو ده، هو اللي جه وسيأتي مرة أخرى على السحاب المرة التانية لاختطاف نختم جميعا على السحب لملاقاة الرب في الهواء. يبقى المجيء الثاني هيجي مع في المجيء الثاني، قبل المجيء الثاني بشوية في وجود ضد المسيح هيجي إيليا وأخنوخ على الأرض، ويفضلوا معاه نفس التوقيت اللي قاعد فيه الوحش على الأرض اللي هو ضد المسيح، اللي هو 3 سنين ونص أو 42 شهر أو 1260 يوم. فدول هيبقوا ده موجود وده موجود، فهيعمل كده، وبعدين في الآخر هيقتلهم، يغلبهم ويقتلهم زي ما قال كده في سفر الرؤية. طبعا الناس بقى تفرح، اللي هما بيقول من مثل الوحش، من مثله ده، ده هو ده ربنا، فكل الناس هتمشي وراه، عشان كده سيسجد له جميع الساكنين على الأرض، هيشهدوا ويقولوا ان هو ده ربنا، لأن النبيين والشاهدين اللي بعتهم ربنا سمح ربنا ان هم يتقتلوا طبعا، لأنه لازم يموتوا، لأنه طالعين بجسدهم فلازم يموتوا، فدهم نعمة ان هم ياخدوا إكليل الشهادة إيليا وأخنوخ. طب سؤالي يا أتسابونا، يعني ممكن أشبه أخنوخ في اختطافه زي الكنيسة ما تختطف مثلا، وربنا بيحميها، بيحمينا من الإيمان وبيطلعنا السماء زي أخنوخ عشان نبقى حيين فوق في السماء؟ ممكن يكون ده رمز أخنوخ، رمز للكنيسة، ولا يعني أنت تفسيرك إيه للموضوع ده؟ أحد القديسين كان بيقول إن ده رمز للكنيسة، إن هو اختطف حي، فالكنيسة هتختطف حية. أيوه، فده صح كده مظبوط؟ مش انت بتضيف ده كويس. فهو ممكن طبعا يكون إيليا وأخنوخ رمز للكنيسة الحية اللي هي بعد ما بتستشهد بيعود الروح إليهم مرة أخرى ويصعد حيين إلى السماء، فيحصل زلزلة ويحصل حاجة كبيرة جدا في العالم، فده دليل فعلا على الكنيسة أن هي تتعذب هنا أو بتدخل من خلال ضيقة شديدة جدا، وبعدين بتطلع الكنيسة حية إلى السماوات. يعني ما نقلقش يعني أتصابونا؟ لا طبعا، دي علشان في ناس تبقى شايلة هم المجيء التاني أو الفترة اللي هتبقى فيها الضيقة والألم الشديد ده كله. لا ما تخافش، ما هو بعت لك الشاهدين، يبقى ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد. فبعد إيليا وأخنوخ وبيضربها يعني الأرض بكل ضربة، وبيحولها المية إلى دم، وبيوقفوا السماء إنها تمطر،
فاذا بيعملوا ايات وبيعملوا معجزات. اصل اي مؤمن يا قدس ابونا بيخاف من حته اختطفوا لألا يغير الشر عقله، ايوه، فدي بتخوف شويه المؤمنين. او ما عشان كده حلوه ولا وحشه يعني؟ انا هي حلوه ووحشه. ليه؟ عشان كده بيقول لك بقى لو لم يقصر الله تلك الايام لهلك حتى لم يهلك حتى المخترم، لا يخلص، لم يخلص جسد. اه مفيش جسد يخلص، فعشان كده قصر الله تلك الايام. عملها 3 سنين ونص او 42 شهر. نفس الكلام اخلوه برضو سمح له انه عايش في الجو السيء، عشان كده هو نفس المنظر ونفس المنظر. لانه اخنوه كان عايش مع جيل فاسد، فبالتالي هو سمح له لفتره وخده بقى، خده حي الى السماء. فنفس الكلام 3 سنين ونص بعدين يخطف الكنيسه تطلع معاه الى السماء. حاجه مطمئنه، حاجه تطمئن، حاجه تفرح. بالاضافه الى النقطه الاخرى انه الكنيسه ستعال في البريه زمانا وزمانين ونصف زمان. يعني انت قال لك ما حدش هيقدر يبيع ولا يشتري، طب هنعيش ازاي؟ اجي اروح مثلا سوبر ماركت ولا حاجه ما عليهاش السماء ولا العلامه مش هيديني اكل. طب يبقى هموت من جوع، يبقى هو لا يعول ولا هبيع ولا هشتري، يعني مش هقدر املك حاجه ولا ولا اشتري حاجه ولا ابيع حاجه. طب هعمل ايه؟ لا، هو هيعولنا في هذا الوقت ازاي. هو يعرف، هو عارف. أمين. هو عارف هيعولنا ازاي هذه الفتره. أمين. طبعا فبعد بس اكمل بعد اذنك الحته اللي هي بتاعت سفر الرؤيا، ان يحولاها الى دم وان يضرب الارض بكل ضربه كلما اراد. ومتى تمما شهادتهما، وطبعا الشهاده دي خدي بالك دينونه على اللي عايشين ضد المسيح. yeah. اللي عايشين ضد مع ضد المسيح، وايضا شهاده لينا احنا عشان احنا نتقوى ونصمد ونستمر ونعرف ان الهنا هو الاله الحقيقي. الله يدافع عنكم. نعرف ان الهنا هو الاله الحقيقي. okay. فمن الناحيتين ومتى تمم شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاويه سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما. وتكون جثتاهما على شارع المدينه العظيمه التي تدعى روحيا سدوم ومصر، حيث صلب ربنا ايضا، ربنا ايضا. وينظر اناس من الشعوب والقبائل والالسنه والامم جثتيهما 3 أيام ونصفا لا يدعون جثتيهما توضعان في قبر. وده كان برضو بعض الناس، كان القديس يوحنا ذهبي الفم بيفسر في الحته دي. وبعدين طب ازاي يعني؟ ازاي ده انت علشان كان طبعا طريقه المواصلات صعبه، كانش فيه لسه طيارات ولا صواريخ ولا انترنت ولا كمبيوتر ولا كلام من ده خالص في ايامها. فقال لهم اوكي، يعني طب ازاي ده هيبقى في المدينه المقدسه اللي هي اورشليم، وبعدين هتحط جثتهم 3 أيام ونص ويشوفهم كل العالم وكل الشعوب؟ طب ازاي يشوفوهم؟ طبعا قال لهم خلاص، يعني اكيد ربنا هيوجد الوسيله اللي يخلي الناس يشوفوهم. دلوقتي اقدر اقول هنشوف الكلام ده في لحظه انترنت يا صباح، ولا محتاج 3 أيام ونص ولا حاجه، في وقتها تشوفي الحدث. فاذا يعني فعلا كلام ربنا، كلام ربنا مطبق ومثبت وما فيهوش كلام، ما فيهوش نقاش، ما تقدرش تنقد الكلام ده. لانه فعلا حتى لو في التوقيت اللي انت حاسس انه مستحيل ان الواحد يشوف المنظر ده في خلال 3 أيام ونص، يعني انا ازاي لو انا في القسطنطينيه ازاي هروح الى ارض الاحداث عشان اشوفها؟ لا، ده انت هتشوفها في لحظتها، في لحظتها. ونصفا ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور، ويشمت، خدي بالك بقى، بهما الساكنون على الارض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لان هذين النبيين كان قد عذب الساكنين على الارض. كلهم يفرحوا ويقدموا هدايا، خلاص بقى مين زي الوحش اهو غلبهم، كسب الايه؟ الشاهدين دول. فده عمل لهم زي ايه؟ يا ترى بقى الله مين الصح فيهم؟ ده ولا دول؟ مين الصح؟ فبيبقى نوع من الايه؟ عدم التاكد. لحد ما جت قتل اتاكد، قال لك يبقى منه زي الوحش، خلاص يبقى القوي هو القوي. وربنا طبعا سامح بالكلام ده. وبعد 3 أيام ونصف دخل فيهما روح حياة، دي الحتة بقى اللي كنت بتقوليها، من الله، فوقف على أرجلهما. ووقع خوف عظيم على الذين كان ينظرونهما، وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما اصعدا إلى هنا، فصعدا إلى السماء في السحابة ونظرهما أعداءهما. ارتعبوا بقى. في تلك الساعة حدثت دلدلة عظيمة فسقط عشر المدينة
وقتل بالزلزلة أسماء من الناس 7000 وصار الباقون في رعبة وأعطوا مجدا لإله السماء. الويل الثاني مضى والويل الثالث. فده كان الويل الثاني بالنسبة للساكنين على الأرض إن ضد المسيح ابتدى يحارب فيه الشهيدان اللي هو النبيان الزيتونتان والمنارتان اللي قعدوا يشهدوا لله بنبوتهما لمدة 3 سنين ونص. يبقى إذا ربنا ما بيسيبناش لوحدنا حتى في وسط الضلال العظيم ما بيسيبش الوضع كده، لا بيبقى في حد تاني بيؤكد لا صوت ربنا أهو موجود، ربنا موجود، ربنا موجود في الأحداث. وخدوا بالكم النهاية قد اقتربت، خلاص خدوا بالكم ان النهاية اقتربت، من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. ده الكلام اللي قاله السيد المسيح زي ما بنشوف في انجيل معلمنا متى واصحاح 25. فدي نقطة، دي اخنوخ، فدي شخصية اخنوخ. طب يا ترى انت كنت شايف ده، كنت شايف الكلام ده، وشايف ان ربنا اخذك الى السماء علشان هيبعتك قبل النهاية بقليل علشان تشهد وتحارب ضد الوحش انت وإلي وبعدين يغلبكم ويقتلكم وبعدين تصعد الى السماء، يجي فيك روح من الرب بعد 3 ايام ونص وتصعد حيين الى السماء. ده ايمان كبير ومطبق اهو بطريقة مطبقة. وطبعا بنلاحظ في سفر العبرانيين معلمنا بولس الرسول حلو قوي في نفس الحتة بتاعت اخنوه، ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. طب علاقة الآية دي بالموضوع؟ عايز يؤكد إن أخنوخ أرضى الله، وأبد أن يكون عنده إيمان قوي، لأنه بدون إيمان مش هيقدر يرضي ربنا. فهو شاف بعين الإيمان أحداث مستقبلية كثيرة جدا وصدقها وآمن بيها، وآمن بيها، عشان كده إيمانه كان قوي، إيمانه كان قوي. وبعدين مسلم، الإيمان يسلم، اللي عنده إيمان بيسلم لمشيئة ربنا، اللي عنده حياة التسليم فهو مسلم حياته في إيد ربنا، اعمل زي ما انت عايز يا رب. أخذوا ربنا ليه؟ أمين يا رب. خدوا وده بطريقة معجزية وعيشوا في السماء بطريقة معجزية، وهيجيبوا أيضا إلى الأرض قبل النهاية بفترة قصيرة علشان يشهد ليه. فيبقى أخنوخ شهد للي في عصره وهيجي يشهد كمان للي في آخر الزمان. إيليا شهد في عصره وهيجي أيضا يشهد في آخر الزمان. إيه ده؟ ده إيمان شديد قوي، يعني إيمان قوي، إيمان يعمل معجزات، إيمان ينال المواعيد، إيمان ينال به المواعيد، ينال به المواعيد وينال به المجد ايضا اللي ربنا هيكلله فيه. عشان كده اتصابونا سميناهم ابطال، ابطال الايمان. طبعا. فانا بس انا عايز اقول يعني اللي انا عايز افرح بس اعزائي المشاهدين، يعني في العهد القديم وشافوا كل الحاجات اللي مبهمه، ويعني احنا لاقي ان احنا في العهد الجديد عشنا وشفنا المسيح وشفنا عصرنا الرسل، ويعني طبعا احنا في عصر النعمه، احنا فرق كبير عشان احنا في عصر النعمه. يعني في العصر القديم كان الشيطان حر، كلها رموز كانت، كان الشيطان حر في العهد القديم. دلوقتي الشيطان مربوط. طب دي مش نعمة؟ نعمة طبعا. الشيطان كان مكلي العالم كله واقع في الوثنية، دلوقتي لا، اسم ربنا معلن في كل مكان، اذهبوا واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. يبقى اكرزوا للخليقة كلها، اصبح الانجيل دلوقتي بيبشر به في كل مكان، واكتر كتاب يمكن ترجم هو الكتاب المقدس، واكتر نسخ اتباعت هي نسخ الكتاب المقدس. فبالتالي يعني بقى الايمان متاح لكل واحد، الايمان بقى متاح لكل واحد اذا اراد، اذا اراد، اذا الانسان راض يعني. طبعا. وبرضه بنلاحظ هنا حتى اتصابونا كانت في يهوذا. ايوه دي اللي انا عايز اوصل. اتفضل. ممكن قصك تقولها لنا، تقراها لنا من الانجيل. حاضر. برضه اتكلم يهوذا عن اخنوخ وقال لنا حاجه جميله جدا، يعني ده مش بس كده، لا ده قال عنه حاجة تاني. قال ايه في رسالة يهوذا في عدد 14 و15؟ تنبأ عن هؤلاء ايضا اخنوخ السابع من ادم قائلا هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع،
ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاطا فجار. قال لنا حاجة احنا ما شفناش في سفر التكوين وما نعرفش، لكن يهوذا طبعا أحد تلاميذ المسيح اللي كتب رسالته قال تنبأ عن هؤلاء الناس الفجار. الناس الفجار تكلم عنهم وتنبأ عنهم أخنوخ البر وقال إنه هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسي، يبقى تنبأ عن المجيء التالي. هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسي ليصنع دينونة على الجميع، يبقى الدينونة إمتى؟ في المجيء التالي. فده تنبأ عنها أخنوخ. ده تنبأ عنها أخنوخ، لم تذكر في سفر التكوين لكن ذكرت في رسالة معلمنا يهوذا 14-15. أي هوذا قد جاء الرب في ليصنع دينونة على الجميع، يبقى الدينونة على الجميع، ويعاقب جميع فجارهم، يبقى الفجار اللي من الجميع دول هيعاقبهم على جميع فجارهم بالفجور التي أو الأعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط الفجار. قول بقى يا سيدي كلام صعب اللي انت عايز تقوله على المسيح ولا على المسيحيين. انت حر، هيجي دينك في نهاية الايام، هيدين العالم كله ان صرع خيرا او شرا، وهيدين الفجار اللي فجروا باعمال الفجور، اعمال الفجور القتل والزنا والى اخره والظلم وكل الكلام ده كله، وعلى جميع الكلمات الصعبة. يبقى يجي يقول كلام صعب على السيد المسيح او يقول كلمات صعبة على المسيحيين. لما يقول كلمات صعبة على المسيحيين لانه من يمسكم يمس حدقة عينه، يبقى اللي بيمسنا مس حدقة السيد المسيح نفسه. ولقشتكم على كفي وكل ما فعلتموه بينا فعلتموه بي، ومن يسمع منكم فقد سمع مني، ومن ارزلكم فقد ارزلني. فإذا يعني لما بتيجي تعمل أي حاجة سيئة لواحد يحمل اسم المسيح فيبقى أنت عملتها في المسيح نفسه. اللي تنبأ عنها أخنوخ البار في رسالة يهوذا وقال إن ربنا هيجي مع ربوات قديسي ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى إيه بقى؟ جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاه فجار. فدي نقطة بتوضح قد إيه إيمان أخنوخ البار اللي وصل إلى النبوة، درجة النبوة إن هو بيتنبأ، إن هو بيتنبأ. فده بيؤكد قد إيه وكان عايش حياته قوية، حياة إيمانية قوية جدا ما فيهاش أي يعني تهاون او ما فيهاش نوع من الموقف، ايمان الموقف بس يعني، لا ده ايمان ثابت، مش ايمان جوه الكنيسة او جوه الخدمة، لكن ده ايمان في كل الاتجاهات جوه زي بره، ايمان مستمر وايمان دائم، ايمان دائم. فايمان يصنع المعجزات، ايمان يصل الى درجة النبوة ويتنبأ نبوات عن مجيء السيد المسيح التاني له كلنا. وده أتصابونا بيرجعنا للآية بتاعت بولس الرسول في عبرانيين 11 اللي هو اتأثر بقى بيشوع بن شراح اللي هي النبوة بتاعته واتأثر بيها، وكان فعلا بيقول بدون إيمان لا يمكن إرضائه، وكتبها في عبرانيين 11. أيوة. وطبعا قالك اللي بيأتي لله بيؤمن بأنه موجود، فكل الذين بيؤمنوا بربنا خلاص معروف بيرضوا ربنا وبيطلبونه، فهو عشان كده ذكرهم بولس ان هم دول رجال الابطال يعني الايمان، ابطال الايمان. ده صحيح. طب يا أتصابونا يعني في حاجه تاني من الشخصيات ممكن ناخدها برضو كده متهيألي احنا وفينا اخنوخ البر، يبقى ده من الشخصيات الإيمانية. يبقى أول حاجة جداً كانت هابيل، اتكلمنا عن هابيل الحلقة اللي فاتت. المرة دي أخنوخ. النهاردة أخنوخ. وشايفين قد إيه كان إيمانه قوي، قد إيه كان مطبق حياة الإيمان بجد. وإنه فعلا أرضى الله كما شاهد عنه الله نفسه، كما شاهد عنه الكتاب المقدس، وعبر عن كده يهوذا
الرسول وأكد على هذا المعنى القديس بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين. يعني نت ريزلت كده يتصابونا، الإيمان هو الوسيلة الوحيدة لإرضاء الله. طبعا دي ملخص الكلام. طبعا إن يعني أي حاجة مبنية على أساس الإيمان. وطبعا في حاجات تانية، ما احنا ما بس انا مش عايز افصل الايمان، احنا بس عشان بنتكلم عن الايمان دلوقتي، لكن طبعا يعني في عملي وكل حاجة ما احنا قلنا يوصبونا بالتفصيل. عشان كده قلنا طب ايه الايمان؟ لو عرفت كتير. الايمان الايمان العملي اللي هو يعني عامل بالمحبة. يعني اذا انا مطلوب مني ايمان ومحبة، لان ان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال وليست لي محبة فلست شيئا. فانا بس علشان احنا بنتكلم في الايمان دلوقتي، فمش عايز افصله عن بقيه الحاجات. فانا مش عايز صابونا الحلقات، انا عايز اقول ان الايمان مهم جدا 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 جدا، لكن طيب ايمان بدون معموديه؟ اصل احنا دي يعني من ضمن السلسله اللي احنا واخدينها، ان احنا اتكلمنا عن الاعمال وما بنفصلهاش عن الايمان. بس احنا بس بفكر برضه اخوات المشاهدين، يعني علشان نتابع حلقات، لو واحد جاي بيشوف حلقه منفصله يبقى لا واخد باله ان احنا بنتكلم في ايه. فيعني طبعا يرجع بقى للحلقات السابقه، ما هي موجوده. معلش بس حتى لو لم تتاح له الفرصه مستجيلة. فمعلش برضو يبقى احنا بنوضح له في نفس الحلقه أوكي. ان احنا بنقول له الايمان بدون مهم اعمال ميت جدا 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 لارضاء الله. مهم جدا طبعا، بدون ايمان لا يمكن ارضائه. بس الايمان ده في حاجات ملازمه للايمان. يعني مثلا انا عشان اكون ابن ربنا، عرفنا ان انا اكون لابن ربنا ان انا يبقى ايه؟ ايمان ومعمودية. إيمان ومعمودية. عشان كده اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان. فإذا هنا في حاجات مترابطة مع الإيمان. طبعا دي هنبقى نقولها في 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 في, في وقتها يعني، أو في موقفها لما نيجي نتكلم عن حاجات تانية. بس عشان نوضح، يبقى الإيمان ده شيء ضروري جدا، ضروري جدا في كل حاجاتنا اللي احنا بنعملها، لابد ان يكون عندنا ايمان. طبعا كده بقى احنا اتكلمنا عن اخنوخ، وضحنا ايمانه القوي. طبعا في شخصيات تانية كتير في الكتاب المقدس، واحنا هنمشي السلسلة عن فكرة اللي هي بتاعت رسالة عبرانيين 11، ابطال الايمان كما ذكرهم معلمنا بولس الرسول. طب اللي بعد كده اتصابونا الشخصية التانية برضو زي ما اتكلم عنها معلمنا بولس الرسول، كان شخصية نوح البار. وده برضو نال رضا الله بسبب إيمان. عبرانيين 11 في عدد 7 بيقول بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. عبرانيين 11:7. يبقى بالإيمان وضح من البداية، قال لك ده بالإيمان. الحاجة اللي خلت ربنا يرضى عنه إيمانه. فقال لك بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد. طب ما أنا مش شايف، إيه الأمور التي لم ترى بعد؟ خاف وبنى فلك. طب لما بنى الفلك في حاجات شافها ما كانتش مكشوفة، لكن شافها بعين الإيمان فخاف فراح بنى الفلك. ايه بقى هي الحاجات دي؟ ايه الحاجات اللي شافها دي اللي هي لم ترى دي؟ شافها خاف. فهو لما انه كان عنده ايمان فشاف امور لم ترى، راى امورا لم ترى. هو تعريف الايمان خاف. تعريف الايمان هو الايقان بامور لا ترى. أيوة. والثقه بما يرجى زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت. ايوه. فهو طبق اهو. احنا بس عايزين نطبق دي في حاله نوح. ايه الحاجات اللي لم ترى؟ بيشوف حاجات لم ترى، شافها وخاف. شافها وخاف. هنقدر نعرف من بعض الكتابات اللي موجودة. اول ما خاف بنى الفلك، يبقى بنى الفلك. طب ليه؟ قال لي خلاص بيته. فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الايمان. يبقى لما اعلن الله لنوح انه سيهلك العالم بالطوفان، امن بكلام الله وصنع فلكا. ربنا قال له ان انا ساهلك العالم بالطوفان. طب هو مش شايف الطوفان، لكن هو امن بالكلام ده وراح بنى فلك. الدليل بتاعه انه راح بنى فلك، فامن بكلام الله وصنع فلكا. استغرق بناء الفلك زي ما كلنا عارفين 120 سنه.
فقعد 120 سنة بيبني الفلك وبيقول للناس يا جماعة ربنا هيهلك العالم بالطوفان، تعالوا اركبوا معايا في الفلك عشان تخلصوا. فكان يعني زي ما بقى نشوف يعني لو في فرصة نقرأ من سفر التكوين ايه اللي بيوضح النقطة دي في إصحاحات 6 و7 و8 و9. استغرق البناء بتاعه 120 سنة وكان هو وسيلة التبشير ليتوب البشر، ولكنهم لم يؤمنوا، ما أمنوش، فكان هذا الفلك دينونة لهم، أما هو فقد تبرر بإيمانه وصار له نصيب في الملكوت. ده في تكوين 6 عدد 13 و22، عدد 13 و22. فإذا يعني هو ربنا قال له إن احنا هلك العالم بالطوفان لأن العالم ده زاخ، فهو شاف الطوفان وهو جاي وشاف كل الكلام ده كله فآمن فخاف. فلما خاف راح بنى الفلك وقعد يبنيه 120 سنة. بناؤه في 120 سنة ده كانت وسيلة التبشير للناس كلها، يعني أنا ببني قدامكم الفلك 120 سنة علشان تؤمنوا. لم يتوبوا ولم يؤمنوا بكلام ربنا، فجه الطوفان طبعا وهلكوا، فكان دينونة ليهم بالهلاك، دينونة ليهم بالهلاك. هنلاقي برضو جزء مرتبط بالحتة دي في رسالة معلمنا بطرس الرسول الإصحاح الثالث. بالتالي أتصابونا كل دي كانت رموز، يعني الفلك بيرمز للكنيسة طبعا، المية بترمز للمعمودية، أيوة حاجات كده يعني. بالتالي نفك الرموز مع بعض، نفكها. في بطرس الأولى إصحاح الثالث وعدد 18 ل 22، نطلعه مع بعض. من 18 ل 21. فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محييا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن، إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي 8 أنفس بالماء. يبقى الخلاص كان بالماء. الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية. حلو. يبقى هنا هو بقى عشان نربط الإيمان بحاجات تانية. يبقى الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية، لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو في يمين الله، إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. يبقى معلمنا بطرس الرسول بيوضح لنا الطوفان بتاع نوح والفلك بتاع نوح اللي بناه، وكان بيقول الذي فيه خلص 8 أنفس بالماء، الذي مثاله الآن المعمودية، وبيكلمنا عن قيامة المسيح. طب ايه الربط بين ده وكله؟ ايه الربط بين ده وكله؟ الربط انه في ناس دفنت معمودية في الفلك والمية محوطاها من كل ناحية، يبقى دي معمودية ودفن. يبقى اعتمدنا لموته، اعتمدنا لموته، فاحنا بنموت على مثال موته في المعمودية، عشان كده بتبقى بالتخطيص، فبيتغطس الإنسان علشان يرمز إلى موته، ولما بيعمل كده بينال الخلاص، يبقى في خلاص بالمعمودية، لأني باخد كل إمكانيات السيد المسيح اللي أعطاه لنا وكل البركات اللي ادهنا من خلال ميلاده، تجسده، من خلال معيشته، وكان ينمو قليلا قليلا بشبه البشر، وكان ينمو في النعمة والقامة والروح أمام الله وأمام الناس. يبقى خدنا البركات دي، باركت طبيعتي فيك فخدنا البركات دي، وبعدين خدنا بركات ومفعيل الصلب ومفعيل الموت ومفعيل القيامة ومفعيل الصعود، فكل هذه أخذها في المعمودية، كل هذه الأشياء. يبقى دم المسيح اللي اتسفك على عود الصليب باخد
إمكانيات الدم ومفاعيل الدم وأنا في مدفون معه في المعمودية، يبقى لا أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. يبقى أنا بشارك آلامه متشبها بموته، وتشبه بموته فين؟ في المعمودية. يبقى أنا بموت معك يا رب متشبها بيك، متشبها بموته، ولكن بقت حياة بعد كده. فنفس الكلام اللي حصل في الفلك بتاع نوح، ان الناس دول اتغطسوا في المية والمية من كل اتجاه، وبعدين راحت المية نقصت 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 نقصت، وبعدين استقر اخيرا الفلك في جبل أرارات وخرج بعد كده زي ما كلنا عارفين القصة. بعت نوح الحمامة راحت وما رجعتش، ما لقيتش مستقر ليها. بعت الغراب راح وما لقاش مكان ولقى الجيف فما رجعش. بعت الحمامة مرة اخرى فراحت ورجعت وجايبة في بقها ورقة الزيتون علامة السلام، علامة السلام، فنجوا فخرجوا إلى حياة. ورقم 8 يرمز إلى القيامة، رقم 8 يرمز إلى الحياة الجديدة، رقم 8 يرمز إلى الأبدية. عشان كده من خلال قيامة المسيح زي ما قال معلمنا بطرس الرسول تشبيه واضح جدا بيوضح لنا الفلك بالقيامة بتاعت السيد المسيح بالمعمودية. كل الكلام ده، وعشان كده بيورينا المثال بتاع يعني متشبها بموته. فأنا بموت إزاي؟ أدي الموت، بموت إزاي؟ زي كأني في الفلك بتاع نوح، يعني في المعمودية زي ما هو قال كده. فأنا بموت متشبها بموته زي أنا ما حصل في فلك نوح، نفس الكلام بيحصل في المعمودية. فطبعا كده عرفنا أن نوح كان رجل إيمان بدرجة عالية جدا، اللي بيه بشر أهل جيله وبشر العالم كله 120 سنة من خلال الفلك اللي بناه. وزي ما كلنا عارفين الفلك أيضا بيرمز إلى الكنيسة، فكل من هو داخل الفلك هو ينجو، وكل من خارج الفلك يهلك. عشان كده أحد القديسين قال لا خلاص بعيدا عن الكنيسة، مفيش خلاص إلا في الكنيسة، مفيش خلاص إلا في الكنيسة. طب ليه؟ أصل اللي في الكنيسة ده حتى لو هو معاند دلوقتي ومقاوم، إلا إنه هو موجود في الكنيسة ممكن يسمع كلمة تلمس قلبه يتغير حياته. بره الكنيسة مفيش فرصة للكلام ده، بره الكنيسة مش هيسمع كلمة كويسة ولا يسمع كلمة تلمس القلب. عشان كده الإنسان يحافظ على أنه يكون عضو في الكنيسة دائم، بس ياريت يبقى بإيمان قوي، وياريت يبقى بمحبة قوية، وياريت أن أنا أبقى فعلا متمتع بالمسيح الممجد في الكنيسة اللي بيبقى موجود على المذبح. وذا معنى اليوم إيمانويل إلهنا، المسيح على المذبح حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. وزي ما برضو بنلاحظ ان السيد المسيح بيكلم عن المجيء الثاني، قال لك كما كان في ايام نوح يزوجون ويتزوجون وجاء الطوفان واخذ الجميع. شبه برضو ان الطوفان اللي حصل في ايام نوح بيرمز الى المجيء الثاني للسيد المسيح اللي يحصل في المجيء الثاني. فبرضو ناخد بالنا يعني ان نوح كان رموز كتيرة جدا ونماذج كتيرة جدا وعقائد كتيرة جدا في الكنيسة، وهو عملها وكل الكلام ده شافها قبل ما تحصل، شاف كل الكلام ده قبل وآمن بهذه الأشياء قبل حدوثها بأيام كثيرة. يعني 120 سنة يا قد صابونا لما كان بيبني الفلك أكيد لقى ناس بتتريق عليه وناس بتضحك وناس مش مصدقين ويقولوا الراجل المجنون ده بيعمل إيه، يعني اكيد يعني عانى كتير. لو طلعت لك سفر التكوين هنلاقي الكلام ده، بس انا متهيألي يعني ممكن برضو حتت صغيره يا صابونا بس نعرف لان ده بيحصل. يعني انا عايزه اربط بقى دلوقتي يا صابونا، مش ايام نوح، ما ده بيحصل دلوقتي مع الناس بتتريق من ولادنا وفي المدارس وريليجيوس لا نون براكتسنج ومش عارفه ايه. يعني انت خدت بالك في رساله يهوذا بيقول لك والكلمات الصعبه التي تكلم بها علي انس الخطاب على اخنوخ، ده بيتكلم على اخنوخ، اخنوخ بيقول في النبوه بتاعته دي
طيب فكانوا بيكتم دهون. ده بقى ده كان بيتقال عليه فعلا، عشان كده وما زال بيحصل يصابونا، بيتقال ربنا اللي بيتقال لينا بيتقال ربنا لان احنا بنحمل صوره الله. فبنلاقي برضه في سفر التكوين في اصحاح 6 و7 و8 و9 هنلاقي الكلام ده، حتت صغيره بس يصابونا، هنلاقي الكلام ده مقتطفات من ال صح. ستة، وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهم حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء في كل ما اختاروا، فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه وهو بشر وتكون أيامه 120 سنة. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الظهر دووا اسم. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. فما تاخدوا بالكم لما تلاقي الشر كتر، لما تلاقي الشر كتر امسك في ربنا أكتر، تعالى في الكنيسة. ده بيقول يعني حزن الرب أنه عمل الإنسان. أنا عملت الإنسان عشان يعمل كده؟ أنا عملت الإنسان يبقى صورتي ومثالي، انا ما عملتوش عشان يبقى كده، عشان كده ده بيحزن قلب الله. طب وبعدين ربنا هيسكت على كده؟ لا مش هيسكت. راح عمل ايه؟ جاب الطوفان. جاب الطوفان. طب لما بيحصل دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ المجيء الثاني. اوكي، لما نلاقي الاباحيه، ولما نلاقي الارتداد، ولما نلاقي الظلم، ولما نلاقي الضلال، ولما نلاقي قلب الحقائق، ولما نلاقي الحروب والمجاعات والزلازل والاوبئه، دي جايه منين وجايه ليه؟ سبق وقال لنا يعني جايبها ليه. في الناس بقى عايشين في حياه الفجور، يبقى هيحصل مشاكل، هيحصل مشاكل، عشان كده الحروب، ونلاقي في ناس عماله تموت ونتصعب ونعمل مش عارف ايه. احكام الله عادله. احكام الله عادله، يبقى اذا ما يصنعه الانسان اياه يحصد. اللي بيقتل بيقتل، اللي قتل يقتل. سافك دم الانسان يسفك دمه، يبقى شريعه ربنا لازم تتم، عدل ربنا لازم يتم. عشان كده واضح في العهد القديم، وادي النماذج قدامنا. بس احنا بننسى لما جم اهل سدوم وعمور وعملوا الشذوذ الجنسي، وكان عيد عهد انه خلاص لا اعود أبيد الأرض بالطوفان. حصل إيه؟ رمض الله صدوم وعمور وأرسل نارا من السماء وكبريتا من الأرض فاشتعلت، وما تقول له الجيل بتاع لوط، الجيل لوط كله. ليه؟ بسبب الفجور، بسبب الفجور وبسبب الشذوذ. عشان كده إحنا دلوقتي بنقنن الشذوذ، إحنا دلوقتي بنقنن الشذوذ، بنحطها في دساترنا للأسف. فإذا ده ربنا، ده مش سهل على ربنا. يقول لك هنا بقى إيه؟ ها؟ فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع البهائم كله بقى ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. شوف بقى، نوح الوحيد خد نعمة في عين الرب، وما كانش بيشاركهم في هذه الأشياء. أدي إيمان، عملت كده ليه يا نوح؟ لأن أنا شايف اللي متشافش. صدقت ربنا وثقت في كلامه. صدقت ربنا وثقت. في جزء تاني قد صابونا من الإنجيل نقراه، جزء تاني تكوين ده كان ستة، ده كان تكوين طبعا ستة. قال له خد من كل حاجة كذا وعمل الفلك والكلام ده كله، مش هنقراه. وهكذا فعل، سمع كلام ربنا، خاف، عشان كده خاف فبنى الفلك. فزي ما قال له ربنا ابتدى يبني الفلك. وقال الرب لنوح في اصحاح 7 ادخل انت وجميع بيتك الى الفلك لان اياك رايت بارا. شوف بقى شهاده ربنا بار. طب بار ليه؟ لانه ارضى الرب. طب وايه كمان؟ بدون ايمان لا يمكن ارضاء الرب. يبقى اذا نوح عنده ايمان قوي. يبقى نوح كان رجل الايمان. طب الجزء بتاع اصحاح 8 لدي في هذا الجيل. شوف كل الجيل ده ملقاش غير نوح. فكل الجيل ده ملقاش غير نوح، عشان كده شافوا النبار. وبعدين قال له بعد 7 ايام امطروا مطرا على الارض 40 يوما و40 ليله، واتفتحت الايه؟ ما يزيب الارض، وفتحت الميه ونزلت من السماء امطار غزيره جدا. وزي ما شفنا المنظر بقى، ميه من فوق ميه من تحت،
ميه في الجنان وكانت المركب بتحمل بقى بايه؟ بالميه، والميه نازله عليها 40 يوم 40 ليله. 8 اصحاح 8 وتصابون و9 جزء وجزء متهيألي. انا بس كنت عايز اقرا لك ايه؟ في صح 6 يعني كان بيقول هذه مواليد نوح، كان نوح رجلا بارا كاملا في اجياله، وصار نوح مع الله. وولد نوح 3 بنين، ساما وحاما ويافس، وفزتت الارض امام الله وامتلأت الارض ظلما. وراى الله الارض اذ هي قد فسدت، اذا كان كل بشر قد افسد طريقه على الارض، كل البشر افسدوا طريقهم على الارض على الارض. فقال الله لنوح نهايه كل بشر قد اتت امامه، حكم ربنا، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه 300 ذراع إلى آخره. لأهلك كل جسد فيه روح حياة، ولكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي كذا 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 كذا. طبعا الناس حتى اللي بنوا الفلك معاه هلكوا، يعني اللي بنالوا الفلك هلك، لأنه كان بيظهر في عينهم كمهزار، انت بتهزر انت بتهرج، فكانوا بيتهكموا عليه. يبقى اللي كانوا بيصنعوا الفلك كانوا بيتهكموا على نوح. بس في عدد 9 وبارك الله نوح، بعد ما خلص الطوفان بقى، بارك الله نوحا وبنيه وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض، لتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الارض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الارض وكل اسماك البحر قد دفعت الى ايديكم، كل دابة حية تكون لكم طعاما. يبقى من اللحظة دي ابتدى يسمح الله باكل الحيواني بعد ما كان كالعشب الاخضر دفعت اليكم الجميع. يبقى العشب الاخضر والحيوانات، يعني بنشوف ان ربنا عمل عهد جديد مع نوح، صنع عهدا جديدا مع نوح لانه كان رجل ايمان. فدي كلها كانت يعني حاجات بتؤكد مدى قوة ايمان نوح البار بشهادة الله عنه. طب يعني قدس ابونا ممكن اقول ان الايمان بيولد طاعة لوصاية الله؟ الوصايا بتاعت ربنا طبعا، يعني بيخلي عندي طاعة لكل الوصايا. طبعا انا هقول لربنا حاضر ليه؟ عشان انا مؤمنة. لو انا مش مؤمنة بكلامك مش هقول لك حاضر. فعشان كده اللي بيعصي الله بالتأكيد ما عندوش ايمان في ربنا. وكنا خدنا برضو الفرق بين المؤمنين والمختارين، مش كل المؤمنين مختارين لكن كل المختارين مؤمنين. بمعنى؟ بمعنى ان مختار، مختار يعني هيروح السماء يعني، فطبعا بيبقى عنده ايمان. فمختارين مؤمنين لكن مش كل المؤمنين مختارين. بس هي في نقطة قلناها في حلقات قبل يعني كده، يعني اوضحها هنا في حتة مختار ومؤمن. المختار يعني ربنا اختار انسان، اختاره ليه؟ اختاره لانه سبق فعرفهم طبعا، والذين سبق فعرفهم فهؤلاء عينهم ايضا، والذين عينهم فهؤلاء بررهم ايضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم ايضا. فاذا هو ربنا اختاره لسابق علم معرفته، لانه عارفه من قبل كده انه ده هيكون رجل ايمان، عشان كده بنقول كل مختار. ما يقصبونا ما احنا مؤمن. قلنا يعني. ولكن ليس كل مؤمن مختار يعني. علشان ليه؟ لان المختار ده ربنا سبق وعرفه. طب عرف التاني ان هو مش هيجي هيكمل منه في الايمان فعشان كده ما اختاروش. فيبقى انسان ممكن يكون مؤمن ممكن انسان يكون عنده مؤمن ولكنه ما يكونش مختار، يعني ممكن ايمان ما عندوش محبه. انا فاكره قدسك قلت الحته بتاعت الارتداد، ان هيبقى في ارتداد للمؤمنين. ايوه، فده ما يبقاش مختار، هو كان مؤمن طول عمره بس ارتد. أيوة. في الاخر لانه ما كانش عنده محبه، فما كانش عنده محبه عشان كده احنا قلنا ده اوحش نوع من انواع الايمان زي ما قلنا في الحلقات السابقه. يبقى احنا بنتكلم عن الايمان الايمان العامل بالمحبه، ده بيبقى كده هيبقى مختار يعني. اللي عنده ايمان فعلي. طيب يا اتصابونا احنا قربنا على نهايه الحلقه، نلخص تلخيص بسرعه ونقول ترنيمه يا اتصابونا. حلقتنا النهارده كانت على اخنوخ،
بطل من أبطال الإيمان، ذكر في عبرانيين 11 قديس بولس الرسول. وكلهم الحقيقة هناخدهم، يعني احنا خدنا هابيل وهناخد أخنوخ، خدنا أخنوخ ونوح النهاردة، وإن شاء الله في الحلقات القادمة هنكمل العبرانيين 11 زي ما قدسك قلت. طب ايه تاني يا أتصابونا بسرعة؟ قلنا عن أخنوخ، لخص لنا كده في كلمتين. أخنوخ طبعا زي ما قال القديس يهوذا الرسول إنه تنبأ أن الله قد جاء مع ربوات قديسيه ليدين الجميع ويدين فجار العالم على جميع الأعمال الفجورية التي عملوها وعلى الكلمات الصعبة اللي اتكلموا بها ضد ربنا. فقال النبوة دي، وطبعا أخنوخ وصل إلى درجة عالية جدا حتى أنه كمان بيقول نبوة عن المجيء الثاني، وكمان ربنا خصه بأنه سيأتي في المجيء الثاني مع إيليا النبي فيشهده، فهيبقى هيدي حياة الشهادة. فشهد لله في عصره اللي كان كله فساد، وسيأتي أيضا في نهاية العالم الذي سيكون فيه الفساد على أشده والضلال على أشده، فسيشهد أيضا في هذا الجو المظلم ويكون هما النور، يكون هما المنارتان، هما الزيتونتان، هو وإيليا النبي، ويشهدوا ضد المسيح، فيقدروا يعضدوا إيماننا ويقووا إيمان البقية اللي هتكون موجودة في هذا الوقت ويعضد إيمانهم. ده بالنسبة لأخنوخ. وأذكر برضو يصبونا بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد، خاف فبنى فلكا لخلاص بيته، فيه دان العالم. فطبعا ده كان شايف بعين الإيمان كل حاجة قال له عليها ربنا عملها. شاف الطوفان، وقال له أنا مهلك كل جسد، لأن أنا أسفت على عمل الإنسان لأنه صنع الشر في الأرض كلها. فهو خاف فبنى فلك زي ما أمروا به ربنا، وطبعا زي ما كنا إن الناس اللي حواليه حتى اللي بنوا الفلك معاه كانوا بيستهزئوا بيه، وقعد 120 سنة فكسرت دينونتهم في 120 سنة عمال يقول لهم يا جماعة نركب في الفلك. وطبعا نوح شاف المعمودية والخلاص، وشاف القيامة، وشاف الموت لأنه بشبه موته زي ما قلنا. الآية اللي بتقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. فإحنا في فلك الخلاص ده إحنا بنتشبه بموت المسيح في المية في المعمودية بنفس المنظر ده بتاع الطوفان لما جه على فلك الخلاص. وقلنا فلك الخلاص أيضا بيرمز إلى المعمودية، بيرمز إلى الموتي في المعمودية وقيامتي في المعمودية، ويرمز أيضا إلى الكنيسة التي خارجها لا يوجد خلاص. طيب يا صابونا، احنا استمتعنا بالحلقة النهاردة، والترنيمة اللي احنا اخترناها معبرة جدا، وبتقول لك يسوع انت تعلم ان شهوات العالم تخدعني، وطهر قلبي طهر فكري اسمع صراخي وانقذني. وطبعا في القرار بيقول يسوع انت تعلم اني احبك، فطبعا مع الايمان العامل بالمحبة. فقدسك اخترتها لنا وترنيمة حلوة، اتفضل يا صابونا. يسوع أنت تعلم أن شهوات العالم تخدعني، طهر قلبي فكري اسمع صراخي وانقذني، طهر قلبي طهر فكري اسمع صراخي.
من قلبي
مرح حسين يبدو كحلم في المنام، إذ كنت في مرح حسين يبدو كحلم في المنام، طاهرني يسوع أنت تعلم أني أحبك من قلبي من قلبي، لكنك الفادي المريب تنظر إلي بابتسام، تصفو حياتي حياتي وتستريح، أعيش دوما في سلام، طاهرني طاهرني يسوع أنت تعلم أني أحبك من قلبي من قلبي، يسوع أنت تعلم أني فرحا بوجودك في قلبي، هل لنفسي رنم روحي ده يسوع طهرني، هل لنفسي رنم روحي ده يسوع حبيبي طهرني طهرني أنت تعلم أني
ثانك يو اتصابونا. واعزائي المشاهدين اسعدنا يعني لقياكم النهارده، وان شاء الله نراكم على حلقه جديده ان شاء الله مع ابطال الايمان، واللي شهدوا المسيح واللي حبوا المسيح وعاشوا في الايمان وبدون اي حاجه الله مدحهم. وان شاء الله حلقه جديده مع ابطال الايمان، وابقوا مع كوبتكسات. تصبحوا على خير.